فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة هل له عدد معين، ثلاث أو خمس؟ الصلوات المفروضة في جماعة، في جماعة لازم، في جماعة نعم. هل له عدد معين كثلاث أو خمس؟ ما له عدد معين نعم. وهل يكون بعد الأذكار من أذكار الصلاة أو يكون قبلها؟ يكون قبل الأذكار بعد السلام مباشرة نعم.